في نحن عنا تصويت الحلقة، وكان هو السؤال الذي أنا سألتك يا هل تعتقد أن الشعب العربي مستعد للديمقراطية؟ للأسف معظم طبعا اللي جاوبوا عرب بيقولوا لا، 53% بيقولوا لا نحن لسنا جاهزين للديمقراطية، 47% بيقولوا نعم، المصوتين حوالي أكثر من 2000 يعني. It took Europe 200 or 300 years to get. لقد استغرق الأمر لكم 300 سنة لجلب الديمقراطية في الغرب. العرب فيحتاجون إلى دول غير فاسدة.